الثرو لا يموت. ما الوزر الذي تحمله خان السنابل في رقبتها كإرث قديم؟ ما عرفتها يوما إلا وأجدها تسد دين غيرها. ما سطوة اللعنة التي وسمت بها؟ لما كل هذا الغبار الذي يجتاح أرجاءها الخاوية إلا من جلجلة وجع أهلها؟ أهلها الذين لم ينتموا لمرة واحدة حتى لأناهم، كانوا وما زالوا كعصف مأكول. كان يكفيها انكساراتها السالفات التي أودت بأبنائها في شتات الأراضين، لكن السؤال المصيري عاد ليطفو من جديد على وجه بحيرتها الراكدة. إن كان ما بها سحر، فلا بد من عراف مشعوذ يفك لها سره ويخرجها من غياهب لعنتها. إن كان الذي بها ابتلاء، فالابتلاء يزول بالدعاء والتوبة النصوح. وإن كان هذا نتيجة خطأ ما، فكل شيء يمكن أن يصوب من جديد ويكفر عن الخطيئة الكبرى. كل تلك الأسئلة لا جواب لها. ظل ما وصلني أمس من أخبار حول آخر ويلاتها، ولربما هي القاصمة هذه المرة. ثم تبارقة أمل ومضت في الأرجاء حين دهمت داعش المنطقة واحتلت القرى المجاورة لخان السنابل. لم يفكر أي من قادتها اقتحام البلدة أو الطلب من أهلها بأن يوالوا الإمارة الجديدة التي قامت على رؤوس الفقراء بسم الله، بل تركوها رهنا قابلا للدفع حين الطلب. حين سألني البعض متهكما لماذا لم تدخل داعش إلى بلدتك، قلت جهارا: داعش في البلدة قبل 1000 عام سالفة. أجزم تماما بأن الدواعش الذين وصلوا البلاد كانوا يعرفون سر لعنة خان السنابل، لذلك لم يقربوها، بل تركوها لدفع فاتورة من نوع آخر. ضحكت بيني وبيني وأنا أتمتم بأنها دخلت أيضا معادلة السياسة وقصص الحرب والسلم. لله در خيبتها. من مقر إقامتي في منفى الصقيع أتابع عن كثب سير الأحداث. قبل أن اكتفيت بما يصلني من رسائل المقربين والأهل، قمت بقطيعة مقصودة لكل وسائل الإعلام التي صار الجلوس في حضرتها لعدة دقائق مقرفا حد التقزز لما تبثه من سموم وفرقة. لكن خان السنابل أعادتني من جديد إلى الواجهة قسرا. لم تكن لتعنيني للحظة أخبارها، سعيدة كانت أم تعيسة، ليس ذلك من باب البلادة، إنما اعتدت على ويلاتها منذ 1000 سنة ولت دون رجعة. كل ابتهالاتي لأجلها لم تعد تنفع، بل ذهبت سدى مع الريح. الآن تيقنت بأن كل الأشياء التي آمنت بها سالفا ليست سوى كذبة. ما كان علي أن أثق بأي من معشر الكتاب والرواة. أمس ابتهلت ملء روحي لتلك الملعونة، لدرجة أن أحد العابرين وهو يمر بي فتلكفه عند مطلع أذنه مدعيا جنوني: أين أنت يا قجدع كامل صالح الآن؟ ليتك تدرك كم تحتاجك الآن خان السنابل وأنت في سدة عرش روايتك المتعالي. أيها الرب العتي، أنجد أهلها، أنت أعلم بحالها أكثر مني. يا إلهي، أرجوك أغث أهلها وردهم إلى دربك المستقيم. آمين. يمر سريعا على شريط الأخبار بأن طائرات التحالف الذي تقوده أمريكا توا أعادت كرتها 10 بعد 100 وأصابت أهدافا محققة في خان السنابل. يا عزيز حمود، وحدك من يعرف السر. في خان السنابل فتية لا ناقة لهم ولا جمل في اللعنة التي ألمت بالبلاد. وحدك من يعرف مواقيت النهايات. تلطف بهم، هب من لدنك حنانا يريح قلوب النساء الثكال في بيوتهن، أزواجهن، أولادهن. ها أنا أستجديك بأن تكون عطوفا ولو لمرة واحدة. يستحق أبناء خان السنابل المسبية فرصة تالية، مررها لهم. أعدك بأنهم سيعودون إليك أذلاء خانعين بالطاعة. يصمت الدعاء والابتهال في فمي حين يكتب لي أحدهم من بلدة قريبة من خان السنابل عبر الرسائل القصيرة: كف عنه رأيك الأخرق، لم يعد هناك خان السنابل، عادت كما قامت أول مرة ترابا، الطائرات لم تترك حجرا فوق حجر، أعادتها يا صديقي إلى تكوينها الأول. أتوقف عن القراءة لأستعيد ذئب مقصلة الحالم سرحان، وكأني به يتمختر في أرجائها الهادئة. يقتات على ما فتتته الطائرات اللعينة من أشلاء أولادها، أراقبه منشغلا. كم أحن لسماع عوائه من جديد ليكسر صمت حجارتها، ليعرف العالم كله من أدناه إلى أدناه
بأن خان السنابل لا تموت. اعوي اعوي يا سرحان، أنت الآن الكل بالكل في خان السنابل، قلت بعد صمت طويل لا رجع له. ضحكت علي من كل قلبي وأنا أقول متهكما: حتى أنت يا سرحان. وكأن الحكاية مدروسة بعناية ومخطط لها، تبدأ بالسؤال لماذا لم يدهم الدواعش خان السنابل مع أنها ساقطة عسكريا بحكم أنهم احتلوا البلدات التي تجاورها كلها. اليوم أدركت هذا، فقد تركوها وقفا طعما يصيدون به، ونجحوا بذلك حين استطاعوا جر طائرات التحالف إليها، والتي لم تتوانى عن قصفها بكل ما تملك من عزم بحجة أنها باتت وكرا. للحكاية ظنون وشجون ولست بصددها، فالبلاد كلها الآن خان السنابل مستباحة للقاص والداني. جل الحكاية من ألفها إلى نونها بأن هناك بلدات دفنت أولادها الذين لا نعرفهم بصمت، وكظمت غيظها كي لا يشمت بدمعها أحد. مرة أخرى يعودني شريط الذكرى وأنا أتفقد حجارة بيتنا القديم الذي جبلت طينه ذات مرة حين كانت أصابعي بكر لا تعرف الإثم. ياه، لي في كل لبنة في هذا البيت حكاية. أقسم بأن كل مرويات العالم لا تتسع ذكرى واحدة من تلك الذكريات حتى ولو كانت موجعة. كنت أتناسى عمدا حكاية خسارتي لبيتي في أطراف دمشق الوادعة. ابتلعت ريقي حينذاك وحسبته فاتورة من فواتير الحرب التي ترتبت على كاهلنا. لا ضير، قلت لعلي أعود ذات مقال كي أروي تلك الليلة المشؤومة. ما يشغلني الآن بعد السنة السابعة من الحرب ما حدث أمس في خان السنابل بالمفارقة بينها وبين البلاد كلها وقصص الحرب. أجد بأنها أنموذج مصغر لتلك التي وصمت بها بلدي، قصص النزوح والهجرة التي نطالعها كل يوم بوجعها وشجونها. أقرأ بعضا من تصاوير تشبهها تماما فيما حدث أمس، فآخر الأخبار التي وصلت تفيد بأن المختار وعائلته فروا مثلهم مثل غيرهم من السكان، تركوا وراءهم الجمل بما حمل. علمت أنه ركب الفلوك عابرا البحيرة، اتجه شرقا بحثا عن مكان آمن يلوذ به وأسرته من الشر الذي لحق بهم. بالمناسبة أعرف مسبقا عدد الكيلومترات بين ضفتي البحيرة والتي قد تتجاوز 4 في شهر نيسان تحديدا، وذلك بسبب ذوبان الثلوج في طروز الذي يزيد من اتساعها وحدة جريان الفرات في الوقت ذاته. وهذا يعني بأن العبور عبر تلك المراكب الصغيرة لربما يحتاج لساعة أو أكثر بقليل للوصول إلى الضفة الأخرى. المختار وعائلته منذ أول أمس لم يصلوا الضفة الأخرى من البحيرة، لعل الاحتمال الأدق هو أن مد النهر جرهم عنوة تجاه السد، وهذا يعني النهاية. وضعت يدي على قلبي متوجسا نزقا وأنا أستعيد صورة إيلان الطفل الذي قذفه الموج على إحدى ضفاف البحر المتوسط. لعل حيتان البحر خجلت من التهام جسده البط. صرخت: يا الله، لا تدع تلك الصورة تتكرر في أذهاننا، فلتكن مشيئتك وحسب ما تريد، لكن دون تصاوير أرجوك يا الله. التمست المختار وعائلته عذرا واحدا كي يصلوا إلى ضفة آمنة. أذكر حينما تناقشت ذات مرة أنا والسيد حول رحمتك التي تسع كل شيء، كنت قد غلبته حينها، بقي صامتا على مضض، لكن في الوقت نفسه كنت أتلمس ابتهاجه بي حين وجدني عرفت طرقا جديدة إليك، طرقا كلها تدلي بأنك رحمن رحيم وأنك لا تتوقف عند أخطائنا كند، وحدك تدرك الحكاية. وصمت. برهة الحكاية هذه لم تستطع تلك الجغرافيا البائسة التي جعلت بيني وبين خان السنابل 1000 بحر وجبل أن تمنعني من العودة إليها بالمتخيل متفقدا أطلالها. فالحواري والأزقة المفتوحة والمغلقة النهايات مدونة في كراس الذاكرة كحرز لم تستطع مسحها كل مدن الغرب التي عبرتها أو حتى تلك الطائرات المغيرة. ها أنا أعبرها بكم من جديد، أدخلها مثل فاتح يعيد خيبة الأندلس. تجاوزت متوهلا حطام جسرها الوحيد الذي يعتبر شريان الوسط بينها وبين البلدات المجاورة. لم أتذمر حين خلعت حذائي وعبرت ماء النهر الذي يجري بصمت على غير عادته. ما عاد أحد يعكر صفو مائها، فالرعاة العابثون هربوا مع قطعانهم. لم يكن دخولي إلى الماء بمثابة وضوء،
ها أنا أدخل خان السنابل مطهرا من إثم الحياة. بعد اجتياز الجسر بعدة أمتار توقفت، لم أكن أريد المشي أماما. أنا الآن أقف مقابل مدرسة البلدة الابتدائية، لا أعرف في أي عام تم بناؤها، لكنني أتذكر يومي الأول بها والأخير أيضا. ثمة كتابات لم تزل عالقة على الجدران التي لم تطلها يد القصف. في كل مرة أستعيد بها قول الشاعر: الخط يبقى زمانا بعد كاتبه، وكاتب الخط تحت الأرض مدفون. أنا حي أرزق، وتلك الكتابات أنا من صبغ بها جدار المدرسة ذات مناسبة. كانت النداءات تتكاثف داخلي أن تابع المسير. رضخت على شرط أن لا أترك الطريق الرئيس فيها الذي يشطرها إلى قسمين. لست الآن بصدد فتح دفاتر أكل الزمان عليها وشرب. مررت بمنزل العلي يسارا، وكأني بمحمود ابنه يلوح لي كعادته عندما كنت أعود البلدة قادما من دمشق. وتلك يمينا دارة الرشيد، خاوية كما عرفتها سالفا حينما هجروا البلدة قبل خروجي منها. مرورا بمنزل العبود على اليسار، توقفت عند المفترق الترابي كي أتهجى اللوحة الشاخصة التي كتب عليها بخط كنت أظنه جميلا هذا سابقا: خان السنابل ترحب بكم. مرت بابتسامة صفراء، وأنا لا أرى إلا الركام وليس سواه. لا مظاهر للحياة إلا تلك الخروقات التي افتعلتها بعض الحشائش التي نبتت بورود زاهية فوق أكوام الركام كي تكسر مشهدية الصورة. أمام منزل الرمضان توقفت لبرهة، وقررت العودة إلى الوراء من حيث أتيت بعدما لاحت لي شجيرات السرو التي بقيت شامخة، الشجيرات التي زرعتها بيدي وحفرت لها التراب وقت ذاك بأصابعي. لم أكن لأنظر إلى جذوعها خوفا من رؤية أطلال بيتنا. نظرت إلى هامتها الشامخة كيف بقيت واقفة بتحد رغم أنف الملح والعفن الذي عفر ترابها. نعم، ملأت من لحائها عيوني. لعل البعض منكم قد تذمر بسبب انهزامي عندما قررت العودة من حيث أتيت. لا ألوم القارئ مطلقا، فالحكاية كلها ملكه وحده. ها أنا ألتمس منه عذرا واحدا. لم يكن ما أنا به تراجعا أو هروبا، كان حريا بي أن أشارككم بعض التفاصيل التي تركتها طي الذكرى بين جدران بيتنا القديم حيث نشأتي وطفولتي وطيشي. كان من الضروري التوقف هنا والتراجع. يكفي أن شجيرات السرو بقيت واقفة، إنها تمثلني، تتنفسني وأتنفسها. خدر ما بدأ يتسلل عمدا عبر تفاصيل القراءة، أتلمسه عن كثب بهالات من التذمر التي تغرقون بها. لا أريد لأحد أن يطلق علي حكما مسبقا، فأنا وبكل صراحة لم أستطع مواجهة أشجار السرو ولم أجد لها العذر المقنع عن سر غيابي. كل هذا قد يمر بسلام، لكن ما يشغلني الآن بعد رحلة الوجع هذه أنه لم يصلني أي خبر بعد قصف خان السنابل وتدميرها. لم أستطع إلى الآن معرفة أي معلومات عن مصير السيد وزوجته وأختي. كما المختار حلب. إيه حلب؟ وكأن نارا آثمة دهمت مسامها، بدأت تنخر سوس روحها الضامئة. كم تحتاج تلك الأرض البكر من هطل الغيوم لترتوي. فصل كامل من المطر عبرها وما زالت تبتهل: هل من مزيد؟ كان هذا لهج روح ريم وليس سواها. على غير العادة وأنا أدلف عرزال غيبوبتي وجدتها تحتل مسبقا فراشي. تآمر وقت ذاك علي الغطاء الرهيف الذي تلحفت به تحت سطوة نور القمر الذي وقف شاهدا على تلك التفاصيل حين أرخى ظله في نصف إزدالة على ساق مرمري ناصع وعزجدية فخذ مكتمل الاكتناز. لبرهة حاولت كبح جماح غواية النظر والتفرس في الصورة خوفا من سيلان لعاب الشبق في الروح، لكن فداحتها كانت أدهى ألف مرة من الوصف. للمعابد حرمتها، صمتها، عطرها، كينونتها، ابتهالاتها، رجاءاتها، قيامتها المنتظرة. لهذا توضأت قبل الدخول بضوء القمر المنسكب كنهر جار فوق مسامري، وركعت على ركبتي عند بوابة فتنة ضوئها. لم أكن أنوي بكل اللآت فتح باب ضجيجها
وقت أطبقت شفاهي على إصبع قدمها الكبير كطفل ضل ثدي أمه، كان لدي من القناعة ما يكفي بأن أصابعها تدر حليبا، لهذا لم أتوانى للحظة واحدة عن مجها بكل ممكنات طفولتي بحثا عن ضالتي. هي الأخرى بقيت واجمة منذ العبور الأول لحريق ريقي مسام أصابعها في محاولة الرعناء كي لا تفسد علي عزفي الخاص. أرادتني أن أرتوي من حليب أصابعها حد الثمالة والذهاب في غيهب الغيبوبة. تلمست نشوب حريقها من خلال محاولتها عصر أصابعها ببعضها البعض، لكن من غير نهنهة أو تأوه، لكنه العس اللئيم الذي لا يتوقف عن الجريان في الحواس. الدروب الناعمة السهلة الممتلئة تغويني، أحب المرور بها جيئة وذهابا دون تخفف، لهذا تابعت دهمي لسعا بالقبلات الحانية بعسل النار المندلق من لساني فوق تفاصيل رسم ساقها المبرومة كمغزل صوف بيد غزالة ماهرة تعرف سر الحرير. تشابكت كل خيوطه ببعضها البعض دون أن تتشربك، وقت مررت لساني إلى آخر أسوارها فاتحا درب الوصل باتجاه ميدان النشيد. تأخرت كثيرا يا صغيري، قالت باشتهاء. الطريق نحو النهاية شاقة وشائقة وشاهقة، فتضارس عصية وحراسها أشداء، والوقوع في أفخاخ الحريق أقرب من رفة الرمش إلى رفة الرمش، لكنها ريم العارفة بالسر والمواقيت لم تكن لتسمح في لحظة ما بسقوط النجم إلا على خط مساره الأزلي كي لا يربك دورة القمر وباقي الكواكب. لهذا وعلى عجل سحبت عن جسدها باقي الغطاء دون منا لتفتح لي وعلى دفعة واحدة أبواب جنة المنشودة. أرادت التخفف والتطهر من إثم الحياة كلها، لهذا تعرت، لم تترك ضوءا فوق جسدها إلا وأنارته كي تفقأ به عين القمر. في هذه اللحظة من الحكاية عادت كما ولدتها أمها أول مرة على غير هدى. تركت لأصابع العمياء المؤمنة أن تتفقد كل القصائد، تتلمسها عن كثب لمسا وحسا، وحين أيقنت بأن الديوان مكتمل عدت الفهرس متهجيا باحثا عن القصيدة الأكثر رنينا، وذاك هو مآرب الحكاية التي كنت أتوجسها بداية عبور ابتهالات الساق المنسدلة على ضجيج الصمت. خرجت الأمور عن سيطرتها وانقلب السحر على الساحر واقتطم الخطب وغاصت الركب. استفاق مارد الشهوة لدى ريم من غيبوبته ليبدأ بالانفجار معلنا ثورته التي لن تتوقف قبل أن تسقط بملك اللعبة الذي صار عاريا تماما أمام سطوة التأوهات العنقودية وبين نهنهات التوت. قامت من رماد جوعها كحية تلوب قريحتها شمس أيلول الحارقة لتترك سمن رغبتها يفور حد الغليان في أرجاء أوصالها اللاهبة، بل كبركان خامل امتلأت روحه بسطح الغليان فانفجر على غير هدى ليحرق الأبيض والأسود الأخضر واليابس ليعيد تشكيل الاشتهاء حسب خط جريان حممه التي تصهر وتفل الحديد مثل لبؤة دهمها على حين غرة صياد ماكر. استنفرت من غير تردد، تأهبت، توثبت بكل ما تملك من زئير كي تحسم المعركة لصالحها، وذلك أخف الأضرار أمام سطوة البارود الذي لا يعرف الرحمة حين تثور ثائرته. المعركة كر وفر، وفي وقت الالتحام تسقط كل الهدن. لا هدنة هذه الليلة، لأن القوي هو من يفرض شروطه، وريم قد أعدت عدتها مسبقا وهي تدير معركتها الخاصة بعقل العارف المتمكن من الوصول إلى سدرة النصر المنشودة. لم يستطع القمر الثبات في محور مداره وهو يرقب عن كثب وحذر تفاصيل المعركة والتدخل كقوة ثالثة للسلام، فركب أول سحابة خفيفة وغادر معها إلى مكان آمن. تلمست الخيط الأسود من الأبيض في بهو السماء على حين ارتعاشة مرت توها في شهقة ريم مع أول صيحة للديك خارت قواها تماما. نداها الذي سال من بين ثدييها أغرق صدري لدرجة اللزوجة، لكنه لم يكن ليوازي النهر الآخر الذي جرى عبر سلسلة ظهرها وقت تتبعت مسيله حتى أغوار عطشها المكين. على دفعة واحدة
ترنحت مثل مبنى آيل للسقوط من عدة طبقات فوق صدري. بعثرت كل أشيائها حولي. ريم، ريم، كفاك جنونا، قلت وأنا أطوقها بذراعي خوفا من سقوطها. ردت بإعياء عند شحمة أذني، وشيئا من لعابها سال عند مطالع الكلام. الآن أنت بي، أنت بي يا صغيري. وانطفأت. حاولت حثها على النهوض، عبثا صارت شيئا هلاميا فوق صدري يسيل كيفما لملمته. غابت في غفوة عميقة وكأنها لم تنم منذ 1000 عمر، حتى أني اعتقدت بأنها فارقت الحياة وقت ذهبت لمراقبة أنفاسها وسماع دقات قلبها التي تأكدت من دبيبها. مرة أخرى وعلى بعد عشرات الأمتار مني كان السيد يكبر ملء صوته. الصلاة خير من النوم. أي نوم هذا الذي يتحدث عنه؟ لا ألومه، فهو لا يعرف من أسرار السهر والحريق إلا حريق جهنم التي تنتظر الضالين مثلي. كان الشيطان يراودني أن أتجاهل لمرة تالية نداء الصلاة خير من النوم، ليس عقوقا بل كي لا أفسد غفوتها. كانت الدقائق تمر وستار الضوء شارف على الانبلاج من غفوته هو الآخر. وريم لم تتحرك ولم تحررني من مخالبها. هجست في سري وأنا أكل اللعنات على الشيطان الرجيم. سوف أصلي الفجر قضاء كأقل خسارة. سحبت الغطاء بهدوء ليغطي ظهرها خوفا عليها من لسعة برد صباحية. بدا الغطاء قصيرا ومتآمرا، فحين يغطي فسحة الظهر لابد أن يميط عن ساقيها لثام الثلج. ثمة خطوات كانت تعبر المكان وجمت دقات قلبي. تكورت حولي رعبا. في تلك اللحظة أجزم بأنني تحولت إلى كتلة لا يتجاوز حجمها حجم كرة، وتلك الأقدام ما فتئت تتقدم نحو العرزال بثقة غير آبها. أيقنت حينها بأنني وقعت وريم في المحظور. وحين تلمست عن كثب بأن يدا ما تحاول رفع طرف خيمة العرزال، أغمضت عيوني على الكارثة. يا إلهي، يا إلهي، مرت برهة صمت أطول من 1000 عام. سمعت بها صدى أنفاسي. من جديد كسرها صوت الأقدام وهي تغادر المكان. فتحت عيوني مثل ثعلب ماكر لأرقب عن قرب. زوجة أبي تغادرنا بعد أن كشفت السر الذي كنت أخاف وقوعه بيد شخص ثالث غيري أنا وريم. توي صحوت على وعيد زوجة أبي حين نبهتني بأن فعلتي هذه لن تطفأ نار غليل السيد إلا حينما يقتلني هذه المرة. سيفعلها والله، سيقتلني، قلت. على غير وعي نهضت وتركت ريم غارقة في نومها، ليتها تستفيق لتعرف المصيبة التي ألمت بنا. كان علي التصرف سريعا قبل أن تقع فأس السيد بالرأس. هذه المرة لن أسلمه روحي ليكتم أنفاسها. لا أحد مثلي يعرف عاقبة الحكاية عنده. دخلت غرفة ريم مثل معتوه لا يعرف ماذا يريد. فتحت خزانة ملابسها واستخرجت جزدانها الذي اعتدت فتحه وقت حاجتي للنقود. أخذت بعض الفكة وغادرت المكان على عجل. كانت رجلاي تجراني خارج حدود البلدة. عبرت الجسر ثم نزلت إلى ماء النهر. غسلت وجهي وتابعت المسير نحو البلدة التالية وكأنني أعرف مسبقا خارطة طريقي. لم أكن لأقطع مسافة طويلة من المشي وقت لحقت بي البوسطة التي تقل أهالي المنطقة إلى حلب المدينة وتعود بهم كالعادة وقت المساء. كان جابي البوسطة أو المعاون كما نسميه يترنح على بابها كحرز يقيها شر الطريق، ينادي من بعيد حلب حلب. وقتها مددت يدي ملوحا لإيقافها. إيه إيه حلب. الإبحار نحو الضوء. بعدما أوغلت الحافلة عميقا في البعد، جل ما استطعت فعله وبحذر أن أسرق نظرة سريعة وعابرة كي أتأكد بأن السيد لم يكن ليلحق بركبي. تيقنت من هذا بعدما رأيت قطعان الغبار وحدها تطارد الحافلة وتريد اللحاق بها دون جدوى. تنفست الصعداء وكان لسان حالي يلهج داخل الروح. لقد تجاوزت الخطر. حزمت أمري في هذه اللحظة بألا أتذكر الحكاية. حاولت إشغالي بمراقبة وجوه من يرافقونني في هذه الرحلة ما استطعت سبيلا. تفرست وجوههم واحدا بعد آخر. ثمة رجل واحد من بينهم يشبهني، كان ضائعا مثلي تماما
وقد تلمست هذا حين ضبطته ينسج غيوما وهمية من دخان سيجارته يطلقها نحو سقف الحافلة المزدان بصور المطربين والمطربات، ثم يتتبع سير الغيمات مثل عاشق حالم يمتهن قبض الريح. نفث غيمة كبيرة هذه المرة من عمق رئتيه، تجاوزت حدود المسموح لتنشب في خياشم طفل غاف على صدر أمه. نوبة العطاس التي أطلقها الطفل كانت كافية لتخرج السائق عن طوره. طفوا السجاير، رجاء طفوها. لا أدري لماذا انتابني شعور سوداوي في تلك اللحظات وأنا أعودهم لمرة تالية. لماذا شعرت بأن ركاب الحافلة كلهم خرجوا اليوم من بيوتهم قسرا وكأنهم ذاهبون إلى حتفهم؟ علامات التعب والإجهاد لا تخفى على خاف، صارت بثورا وقشبا تناثر في مساميهم. قلت إنه الملح الذي تنز به خان السنابل، ولكنني عدلت عن هذا بعدما تأكدت بأن أحدا منهم لم يكن من البلدة. سألتني لماذا كل هذا الشقاء في الوجوه؟ رد صداي: العالم كله يعيش شقاء وجنوحا. قلتها وأنا أعد سرب أشجار السرو والصنوبر التي اصطفت على رتل أحاديا بمحاذاة الطريق، لوهلة اعتقدت أنها عائدة من سفرها نحو خان السنابل. كانت تستعجل العودة إلى الوراء كلما ازدادت سرعة الحافلة، مما جعلني أعيد كرة العد لمرة تالية وتالية على غير هدى. ساعة ونصف نحو حلب كافية لكتابة رواية قصتها واقعية بامتياز. أبطالها يمتهنون الحياة قسرا، أحداثها شائقة لدرجة أنها مكتوبة بكل لغات الأرض على جبين شخوصها. ألوان الوجع لا يمكن مواراتها، ما بين وقوف ومواصلة للمسير، ما بين نزول راكب وصعود آخر، ما بين شكوى ووجع. ولم تزل حلب نائية، غفوة ناعسة راودتني ضلالة اجتراعها. وحين قررت أن أولم لها ما تيسر من مساحة الهجعة، كان الجابي يبدد خيوطها عمدا بصراخه الذي لم يتوقف على مدى الطريق: أفرق سكية، دير حافر، ركاب السفيرة اللي له أغراض في الصندوق جهز حاله، لا تأخرونه. على خط النظر البعيد تراءت لي سحب دخانية سوداء كثيفة لا تشبه إلا حريقا كبيرا. حشريتي جعلتني ألكز شريكي في المقعد الغارق في نوبات سهو متتابعة عن سر الحريق البعيد. حلب، حلب، دخان حلب. عاد لي الحق مجددا بغفوة لم يزل يتعلق بتلابيبها. كدت أضحك متهكما: دخان حلب، لابد أن حلب مزاجها عال جدا لتدخن بكل هذه الكثافة. لله در حلب، ما أعدلها وهي تحرق روحها. ثم تدخل آخر دخل على خط حلب لم تألفه روحي من قبل، بدد كل ما كنت به لدرجة أنه أنساني السيد وريم وحلب ذاتها التي لا أعرف ما مناسبة سفري إليها. شيء مثل سحر تخلل حواسي كلها دون موعد، دلف عبر أذني ليذوب بي مثل حبات سكر الشواية سقطت في كوب ماء فاتر. أسلمته دون مقاومة جرة أذني مستمتعا حد الغرق. فثمة امرأة كانت تكلمني عبر مذياع الحافلة غناء، قلت في سر إنها روح ريم تلاحقني حين تركتها تواجه القصص وحدها. ماذا تريد مني؟ وقف يا أسمر، في إلك عندي كلام، قصة عتاب وحب وحكاية غرام. هالبنت يلي بيتها فوق الطريق حملتني اليوم لعيونك سلام. لا إرادي نهضت من مكاني، عدت بنظري نحو خان السنابل، بدت سرابا ذاب في خيوط الغبار التي لم يثنها التعب عن مطاردة البوسطة. في الجهة المعاكسة لم أعد أرى الغيوم السود التي عبرتها قبل قليل من بعيد، لم تتبدد بالمطلق، ولكنني دخلت حيزها وصرت جزءا منها ليس إلا. لا بد أن تلك المعمورة التي بدت تهرول تجاهنا هي حلب. مرت انقباضة سريعة طي شريان القلب مع كلمة حلب قبل أن أدونها هنا، لكنها عبرت سريعا، أي الانقباضة، بعدما تدخلت مرة أخرى تلك المرأة التي صدحت ملء صوتها عبر المذياع: ألا معك يا هوانا يا مفارقنا، حكم الهوى يا هوانا وتفارق. قلت في سري: فلتهدي ما بوسعك أيتها المرأة، تركت لك ريم والسيد معا، مباركة عليكم لعنة خان السنابل، إياك والعبث مع رجل خسر كل شيء، إياك إياك. لبرهة كاد الكلام يخرج عن طور التمتمة إلى الفضاء، لكن تلك التي كانت تغني
تداركت الموقف في لحظته الأخيرة حين ذهبت بلحن جديد. أنا صار لازم ودعكم وخبركم عني، أنا كل القصة لو منكم ما كنت بغني. كان علي أن أسأل جابي الحافلة وأنا أنزل عن اسم تلك المطربة، وقتها رد بتذمر: بنانية، اسمها فيروز، بنانية. يا الله، ما أكثر الناس في حلب، قلتها وأنا أنجرف من غير بوصلة تهديني بموكب المغادرين إلى اللاين. مشيت بعيدا بما فيه الكفاية حتى هدني التعب، توقفت مجبرا عندما دهمت أنفي رائحة العج الحلبية. خمشت أنفي بأصابعي كي أكبح جماح اشتهائي دون فائدة، وقت وجدتني وبائعها وجها لوجه. أخذت لفافتي المحببة وتابعت المسير نحو المجهول، فجموع المارينا لا تنقطع بحلب، أعتقد بأنها كبيرة أكثر مما ينبغي لتستوعب كل هذا المد البشري. دلفت على غير هدى حديقة كبيرة عامرة بضيوفها، جلست بالقرب من منهل الماء وأعلنت على لفافة العجة الشهية الحرب، وأنا أبتلع آخر لقمة لهج لساني من غير مناسبة: أنا صار لازم ودعكم. هززت رأسي مستهزئا وأنا أغرقه تحت صنبور الماء البارد: مجنونة والله، مجنونة ريم. قلت: إن بقيت هنا سوف تلاحقني لعنتها، فهي صارت جزءا من روح خان السنابل، علي الذهاب بعيدا بعيدا إلى حيث لا تطالني تأوهاتها. كان رهط من فتية يتبادلون الصورة التذكارية مع تمثال الرخامية وسط الحديقة. من باب الفضول توجهت نحوهم كي أستطلع سر اهتمامهم. كانت صدمتي كبيرة حين قرأت على لوحة منحوتة من الرخام بأن التمثال يعود للشاعر أبي فراس الحمداني. نكست راجعا من حيث أتيت دون النظر بوجه التمثال، بعدما تذكرت الفلقة التي حصلت عليها من مدرس اللغة العربية لعدم حفظي لقصيدة كانت واجبا علي. ما كان ناقص غيرك يا أبو فراس. بعد ساعات من التجوال في كراج حلب دمشق عقدت صفقة رابحة مع أحد السائقين. كل ما هو مطلوب مني الآن هو أن أغسل هذا البصل الكبير وأمسح زجاجة مقابل أن يقلني إلى دمشق، حيث أقنعته بأن نقودي ضاعت وأريد العودة إلى أهلي في دمشق. كنت مستعدا وقتها لغسل حلب كلها مقابل الخروج منها. هذا وقد حصلت على ما أريد حين انطلقت الحافلة في وقت متأخر باتجاه دمشق. في بداية الرحلة حاولت جاهدا تدوين تفاصيل الطريق، عبثا فشلت، فالليل أزدل روحه على الأرجاء. وقتها استسلمت كغيري من المسافرين للنوم على سطح امرأة أخرى لم أفهم من كلماتها شيئا، ولكن بحكم صفاء رأسي بعدما خرجت من حلب صرت أردد ما جادت به تكرارا: ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، وعيني نجا فيها النوم يوم سهرني. أذكر وأنا أرنم في رأسي: ما خطرتش على بالك يوم. عبرتني سريعا لوحة مضاءة بألوان زاهية وامضة كتب عليها: ديك الجن. بعد 15 عاما من الحكاية عرفت أنني مررت بحمص وأنا متجه نحو دمشق. نزاز نزاز.